بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني. بتجيلنا أسئلة كتير عن الثالوث الأقدس، واضح أن في ناس متلخبطة، يعني نفاجأ أن البعض بيقول هو الثالوث ده يعني إحنا اللي عملناه، يعني طب ما كانش ممكن يبقى أربعة ولا اتنين، طب إيه لزومه؟ يعني أسئلة أساسا تعبر عن عدم فهم. أو واحد يقول مثلا من ضمن الأسئلة اللي بتيجي، هو الثالوث يعني كان الأب عهد قديم والابن عهد جديد والروح القدس بعد كده؟ لا، الأب والابن والروح القدس يعني موجودين منذ الأزل وإلى الأبد، دي طبيعة الله. فالأسئلة اللي من النوع ده تدل على عدم وعي شوية بسر الثالوث. بداية نقول حاجة علموها لنا الآباء، أن سر الثالوث هو كلام عن طبيعة الله، والكلام عن طبيعة الله لا يعني أننا ندرك الله إدراكا كاملا، لأنه إن أدرك الله تماما يبقى مش ربنا، يبقى محدود. فمن الطبيعي أنه يتقال عليه زي ما قال القديس غريغوريوس في قداسه غير المدرك، غير المفحوص. يعني إيه؟ يعني مش هنقدر نجيب آخره طبعا. وبالتالي الإدراك الكامل، المعرفة الكاملة دي مستبعد. لكن هل معناه ان احنا ما نعرفش خالص؟ لا، نعرف، نعرف بالقدر اللي هو قاله لنا وبالقدر اللي يعلن نفسه لنا. فالله اعلن عن نفسه انه اله مثلث الاقانيم، فما ينفعش نقول له طب ما ينفع ما تبقى اربعة ولا اتنين، هو دي طبيعته. زي واحد بيقول انا فلان، ما ينفعش تقول له لا طب ما تبقى فلان، خلاص انا فلان. الله اعلن عن نفسه انه آب وابن وروح قدس، له روح حي بروحه، له لوجوس كلمة اللي لقبها بالابن، ناطق بكلمته، موجود بذاته اللي سميناها الله الآب أو سماها الكتاب كده. إذن هذا الإعلان الكتابي ده مش اجتهاد بشري، يعني مش المسيحية اللي اقترحت على الناس إيه رأيكم في فكرة نخلي ربنا ثالوث، مفيش حاجة اسمها كده، ده ربنا قال دي طبيعتي، احنا اللي عملناه ايه؟ امين، صدقناك يا رب، حتى لو مش فاهمينك 100% بس مصدقينك بدل انت بتتكلم عن نفسك. وعشان كده تلاحظوا ان حتى التلاميذ في حواراتهم مع ربنا يسوع كان في حاجات مش فاهمينها كتير. ومثلا لما اتكلم عن الاب كتير، في لبس بقى يقول له طب ما توريه لنا، ارنا الاب وكفانا. فقال له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني قد رأى الآب. سؤالك ورينا الآب يبقى معناه أنك مش فهمتش أن الآب لا يرى، الآب أرسلني لكي يراني الناس فيعرفوا أبي، لكن الآب حكم طبيعته لا يرى ولا يستطيع أحد أن يرى، دي اللي قالها بولس بعد كده. الله لم يره أحد قط، يقصد به الله الآب في عنا واحد، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب من نفس جوهر الآب هو خبر، هو أعلن عنه. إذن أول مبدأ، نحن لم نصنع الثالوث ولم نقترحه ولم نخترعه، الثالوث هو طبيعة الله، هو حقيقة الله، وهو أعلنها للبشر فقبلها المؤمنون واستلمتها الكنيسة وعلمتها لأولادها، وبقينا بنقول أبانا الذي في السماوات الله الآب بالمسيح يسوع ربنا الله الابن، وبنصلي بالروح القدس. فبداية الموضوع مهم ان احنا نراجع دايما فكرة انه ده مش فكرة يعني الناس تقبلها او ما تقبلهاش او تغير فيها براحتها، مفيش حد يغير في حاجة، لان دي حقيقة، حقيقة ما ينفعش انك انت تغير فيها، تقبلها او ما تقبلهاش ده موضوع يخصك، لكن ربنا قال انا كده، فما ينفعش تقول له اشمعنى. نقطة تانية أحبائي، كيف شرحت الكنيسة الثالوث؟ احنا امتداد لألفين سنة، فاحنا مش أول ناس هنعيش ومش أول ناس نتفهم الثالوث. الكنيسة ممكن نقول تبسيطا كده شرحت لنا سر الثالوث عن طريق ثلاث اتجاهات، ثلاث مداخل. أول مدخل بتشرح لنا الثالوث بالآيات، تعبيرات الكتاب المقدس، لأن الروح القدس هو اللي قاله، فيبقى الإنجيل بيشرح الثالوث وهنشوف إزاي.
شرحت لنا الثالوث عن طريق علاقة الثالوث ببعضه وعلاقته بينا عن طريق العلاقات، ودي هنشرح. وشرحت لنا الثالوث عن طريق الأمثال أو التشبيهات امتدادا لتعليم المسيح أنه كل شيء غير منظور وغير مدرك يشبه، يشبه ملكوت الله ويشرح. فالكنيسة كمان شرحت الثالوث عن طريق تشبيهات. بداية لما نتكلم عن الثالوث كما قدمه الكتاب المقدس، في واحد يقول العهد القديم ما جابش سيرة الثالوث. لا، هو ممكن ما يكونش جايب كلمة ثالوث، لكن الآب والابن والروح القدس معلن طبعا في العهد القديم لما بيقول في البدء خلق الله السماء والأرض، قال الله ليكن نور فكان النور، كان روح الله يرف على وجه المياه. حط الآيات دي جنب بعض، الله خلق بقوله بنطقه بالمسيح بالكلمة، به كان كل شيء، والروح القدس كان يرف على وجه المياه. إذا من أول إصحاح في الله الآب الذي خلق بابنه بكلمته وفي روحه القدس كل شيء وجد. فإعلان وجود الروح والكلمة والآب من أول إصحاح، مفيش حاجة غريبة. طبعا ظهورات الابن في العهد القديم تؤكد عن أنه المسيح له المجد، مولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، ربنا يسوع له المجد، قابل أبونا إبراهيم، ظهر لأبونا إسحاق، ظهر لأبونا يعقوب، ظهر لموسى النبي، ظهر لداود، ظهر لسليمان. ظهورات دي كلها ليها حكايات، وتلاقي الكتاب صريح جدا، ورأى إبراهيم الله، ترى الله لإبراهيم. علمونا الأباء أن كل ما يرى يخص الابن. إذن الأباء الكبار دول رأوا، بدليل لما اليهود قالوا للمسيح أنت ما كملتش 50 سنة بتقول شفت إبراهيم، قال لهم قبل أن يكون أبوكم إبراهيم أنا كائن. أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى، يبقى شافني، رأى وفرح. ما عجبهمش الكلام ورفعوا حجارة يرجموه، لأنه كده معناه أنه بيقول أنا ربنا. طب ما هو ربنا فعلا. فهنا المسيح معلن في العهد الجديد أقنوم الابن، إذن الآب أرسل ابنه في العهد الجديد، ولكن ابنه ظهر من خلال ظهورات لكثير من رجال الله في العهد القديم عشان يعلن عن وجوده، لدرجة أنه سألوه عن اسمه لأنه أصبح متجسد أو أصبح في شكل ظاهري فيبقى له اسم. فمثلا يقول لي يعقوب إيه، لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ يقول لأبو وأم شمشون ظهر لهم، قال له أنت يعني نقول إيه لما يجي ذكرك، ما احنا شايفينك قصادنا عاوزين برضو اسم نقوله. فبيقول له مش هتعرف الاسم دلوقتي، برضو هتعرفه قدام شوية، لكن اسمي عجيب. وبعدين نسمع أشعياء يقول يولد لنا ابنا ويولد لنا ولد ونعطى ابن تكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا. يبقى هو بيتكلم عن اللي قابل أبونا يعقوب واللي قابل أبوه شمشون ومراته، اسمه عجيب. يبقى هنشوفه وهنسمعه وده اللي حصل في العهد الجديد. إذا العهد القديم ذكر الثالوث مرارا وتكرارا، مش وقت ان احنا نرص آيات، لكن موجود. مثلا في سفر الأمثال المسيح هو بيتكلم عن نفسه كحكمة، حكمة الله، بيقول تعبير من 3 كلمات، يقول الله أرسلني وروحه، الله الآب أرسلني أنا وروحه القدوس. 3 كلمات بيشرحوا الثالوث، أن المسيح مرسل من قبل الله، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي من أجل خلاصنا، وروحه القدوس أيضا. يبقى هنا في ذكر للحكمة، أقنوم الحكمة بيتكلم عن نفسه في أمثال 9 مثلا، وينسب الإرسالية من الآب وأيضا من الروح القدس. يبقى في تحقيق لاستخدام الروح القدس. ده انتوا تلاقوا مئات من الآيات فيها كلمة روح الله في العهد القديم. نأتي للعهد الجديد نلاقي بقى الآيات أوضح، أو الموقف كمان أكثر وضوح. ليه؟ مثلا يوم الغطاس بنسميه ثيوفانيا، لأنه إعلان الثالوث أوضح ما يمكن في يوم عيد الغطاس. الآب يتكلم من السماء، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، بل الآب يقول ده ابني، والابن قصاد عينينا في المية
والروح القدس نازل على شكل حمامة. فهنا في وضوح شديد لإعلان الثالوث الأقدس. في آخر إنجيل متى المسيح بيقول اذهبوا تلمذوا وعمدوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، حط كلمة اسم. يبقى هنا اسم كأنه بيؤكد على الوحدانية، لكن حاطط ثلاث أسماء، الأب والابن والروح القدس. طبعا لو مشينا مع القديس بولس نلاقي شروحات كتيرة لدور الثالوث الأقدس. كلام المسيح له المجد نفسه في إنجيل يوحنا بالذات تلاقوه بيتكلم عن الأب، بيتكلم عن الروح القدس بشكل واضح وصريح. مثلا يقول كما أرسلني الأب أرسلكم أنا. يقول الروح القدس الذي أرسله إليكم الذي من عند الآب ينبثق، ودي هنشرحها في العلاقات، لكن بيقول الروح القدس أنا هبعته لكم وهو منبثق من الآب. يبقى هنا في كلام عن الآب والروح القدس والابن. ففكرة أنه الثالوث غامض هو طبعا في سر، في حتة غموض فوق العقل، لأنه تصور طبيعة الله صعب للإدراك. مين يقدر يعرف كل المعرفة؟ قديس بولس على قد ما كان مستنير بالروح وفيلسوف، إنما قال الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ في السماء سأعرف كما عرفت. يقول ربنا يسوع هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي، بيكلم الآب، ويسوع المسيح الذي أرسلته، بعد كلام كتير عن روح القدوس. إذا نحن الآيات كتيرة عن سر الثالوث. احنا قلنا الشرح عن الثالوث من خلال الكنيسة عن طريق الكتاب وشروحات الآباء، تاني حاجة عن طريق الأمثال والتشبيهات. يعني إيه؟ كل ما هو غامض يبسط بتشبيهات وأمثال، لأن احنا مش قادرين نستوعب. الآباء علمونا مثلا مثل الشمس. الشمس بتشرح جانب من الحقيقة، بس ما فيش مثل هيعبر عن الحقيقة كلها. لما بتقول كلمة شمس قد تعني شيء من ثلاثة، وانت بتقول كلمة شمس بس، قد تعني قرص الشمس، بتوع الفيزياء بقى يدرسوا انفجارات كونية، لهب فظيع، درجة حرارة لا يتصورها العقل. ممكن تكون بتتكلم من ناحية القرص نفسه، ممكن تكون بتتكلم عن الشمس وتقصد النور، الشعاع اللي داخل عليك، تقول الشمس دخلت، الشمس دخلت يعني الأوضة نورت في رأيك. أو واحد يقول أنا حاسس بالشمس، أو الشمس دفتني، هنا ما يقصدش قرص الشمس ولا نور الشمس، يقصد حرارتها. لكن كلمة الشمس ما زالت هي نفس الكلمة المستخدمة لوصف ثلاثة، يا إما قرص الشمس أو حرارتها أو نورها، وفي الثلاث حالات بنقول شمس. عشان كده لما نقول الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، هو نفس اللفظة، هو ثالوث في واحد، هو الله برضه. هنا بنقول حاجة تانية، الشمس كمان تشرح لنا بعض العلاقات. ليه؟ هو ما ينفعش تبقى شمس في معناها إلا لما يكون طالع منها نور، وإلا كنت هسميها اسم تاني. وكمان ما ينفعش تبقى شمس إلا لما يبقى طالع منها حرارة. إذن هذا الكيان اللي اسمه الشمس مرتبط في أساسه بوجود النور والحرارة. احنا نقول ان النور طالع من الشمس، النور طالع، بس هو ما فيش شمس من غير نور، يعني ما توجدتش لحظة كان فيها قرص شمس ما كانش فيها نور، يبقى ما كانش اسمها شمس، سموها حاجة تاني. وبالتالي لم يوجد آب أبدا بدون ابنه، ولم يوجد الابن بدون الآب أبدا. نفس الكلام عن الحرارة، لو تخيلنا أن الحرارة تعبر عن الروح القدس، لم يوجد الروح القدس أبدا بعيدا عن الآب، ولم يوجد منفصلا أبدا عن الابن. الروح القدس موجود منذ الأزل لأنه منبثق من الآب. فكرة أنه كمان القرص هو مصدر هذا النور ومصدر هذه الحرارة، عشان كده في توحد هنا، في وحدانية، هي نفس فكرة الآب يولد منه الابن ولادة أزلية، وينبثق منه الروح القدس برضو انبثاق أزلي. يعني الروح القدس خارج من الآب منذ الأزل، ملهاش معاد، ملهاش بداية. كذلك ميلاد الابن من الآب، مولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور. إذن فكرة الشمس سهلت لي حاجة، قربت لي المسافة،
بسطت عليا الفكرة شوية، لكن هي طبعا ما زالت محدودة برضو، هي مش بتوصف كل حاجة، لأن الله غير مفحوص، يعني مش هتقدر تجيب كل أبعاد الموضوع. كمان الفكرة دي تؤكد إيه؟ التعامل مع الشمس، هل فيكو حد بيتعامل مع قرص الشمس ذاته؟ مستحيل مستحيل، لأنه عالي جدا بعيد جدا وما تقدرش تقرب وإلا تتحرق. وده المعنى اللي كان بيقصده العهد القديم، لا يراني الإنسان ويعيش. لكن احنا بنتعامل مع الشمس وبنسميها الشمس وفاهمينها وعارفينها كويس قوي من خلال النور والحرارة. بس لاحظوا كمان، النور يتشاف، الحرارة تتحس، المسيح يتشاف، الروح القدس يتحس. يعني ايه؟ صحيح الروح القدس مرة عبر عنه بالحمامة أو بألسنة نارية، لكن في طبيعة عمله يتحس. لما الواحد يمتلئ بالروح يطلع منه فرح، ثمر الروح سلام، طول أنا محبة، فتقول الشخص ده روحاني، الروح القدس مليه. طب شفت إيه؟ لا ما شفتش، حسيت بإيه؟ شخصية مريحة، متواضع، عفيف، نقي، باله طويل، مليان نعمة. طب أنت شفت حاجة؟ لا ما شفتش، بس في الروح القدس يبقى محسوس. أما النور بيتشاف، ومن هنا المسيح تجسد لكي يرى، فيبقى منظور، ومنظور على المذبح، جسد ودم بنشوفه بعينينا بالإيمان. طبعا نؤمن، ولأنه إنه سر حقيقي في تحول حقيقي. إذن فكرة الشمس دي قربت المعنى، لكن تاني بقول مفيش مثل بيعبر عن كل الجوانب، لأنك ممكن تيجي تقول لي ما الشمس في الآخر برضو محدودة. أقول لك طبعا، ومفيش حد غير محدود غير الله وحده، واخدين بالكم؟ مثل تاني، لو قلت لك إن الإنسان نفسه ممكن يشرح لنا سر الثالوث إزاي؟ معانا إنسان أهو، أنا لو ما كنتش فيا روح كنت ميت، يبقى مش بتكلم، وما كانش يبقى فيه أي نوع من الحياة. إذا أنا فيا حياة لأن جوايا روح، أنت مش شايف بس دي اسمها روحي. في نفس الوقت لو أنا فضلت ساكت أنت مش هتفهم أنا عاوز أقول لك إيه، ومش هيحصل تواصل. لكن اللي بيحصل وأنا بتكلم دلوقتي إيه؟ إن المنطق اللي عندي، المنطق ده اللي هو مخي أو عقلي أو إدراكي، أو اللي سموه في اليونانية اللوجوس، ودي كلمة من قبل العهد الجديد معروفة، اللي هي النطق الذاتي أو الإدراك الذاتي أو كل الفهم والحكمة الشخصية دي، ده بيطلع دلوقتي في كلامي. فلما كلامي بيدخل مخك انت بتفهم اللي انا قصده، زي اللي في دماغي اتنقل لدماغك. يبقى وسيلة التواصل الأساسية هي اللوجوس، اللي هي ساعات تترجم لوجيك، اللي هي المنطق، يقول لك المنطق بتاعه ده يخصه هو. فاللوجوس اللي هو أقنوم الكلمة ده داخل الله، لكنه يتواصل معانا، فربنا بيتكلم بمنطقه بالمسيح. ثم هذا اللغز، لو أنا طلعت الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي في كتاب، أصبح الكتاب ده زي إيه؟ حاجة متجسدة للمنطق اللي في دماغي، حاجة تتقري، حاجة تتمسك. فإيه؟ ممكن واحد ما يقعدش معايا لكن يقرأ الكتاب فيفهم أنا جوايا إيه. طب إذن التجسد اللي هو لغز الله لما تجسد وصار منظورا ملموسا مسموعا، ده تعبير عن أقنوم الكلمة. أنا ككيان ما ينفعش تشيل حاجة من التلاتة، ما بقاش أنا فلان. لو شلت كياني يبقى أنت مش شايف حاجة، يبقى أنا اختفيت. ولو شلت روحي يبقى أنا ميت. ولو شلت لوجوس العقلي يبقى أنا مش عاقل. فإزاي هيكون الإنسان عاقل وحي والله اللي خلقه ما يكونش عاقل وحي؟ طبيعي الله موجود وعاقل وحي. ودي احنا مش بنقول بقى طيب ومش طيب وحكيم، لا مش بنتكلم في الصفات الاخرى، احنا بنتكلم في حاجات اسمها صفات اساسية او جوهرية. من هنا جت كلمة الاقنوم. الاقنوم دي مش كلمة عربي، وكلمة صعب يعبر عنها في اللغة العربية. هيبوستاسس دي الكلمة اليوناني، معناها حاجة الكيان ما يتوجدش من غير، فما يبقاش في كيان الا بالتلات ابعاد دول. وبالتالي حتى الإنسان بالمثلث الإنساني بأبعاده الثلاثة بيقرب لي الصورة والفكرة بتاعت ربنا. ساعات واحد يشرحها بطريقة تانية خالص وينسى الإنسان الداخلي كده، وياخد فكرة إيه؟
مش أنا وأنتم لحم ودم، مش إحنا كلنا طبيعة واحدة، بس إحنا مميزين إلى أشخاص كتير. ده عشان نشرح الفرق بين كلمة طبيعة وكلمة أقنوم. الطبيعة معناها صفات طبيعية، يعني كل الطيور طبيعة واحدة، كل مثلا الثدييات طبيعة واحدة، كل البشر طبيعة واحدة مع اختلاف اللون والبشرة والأفعال وكل. لكن داخل البشر في فلان وعلان وفلانة، في أسماء كتير، كل واحد بيرسون، في شخصيات كتير قوي. إذن لما أقول أن طبيعة الله واحدة، يعني في لاهوت واحد، طبيعة واحدة للألوهة. إذن لما بقول الله واحد، مش بقول واحد مصمت، مش بقول واحد واحد صحيح، لأن أنا لو قلت لو الله يساوي واحد وبعدين رجعت أقول الله يساوي علامة اللا نهاية، ده كلام ما يدخلش الدماغ، لأن واحد يعني رقم واحد، يبقى اتنين أكتر من ثلاثة أكتر من. هو الله واحد هنا مش بمعنى أنه رقم وأنه واحد مصمت كده، لا، هو معناه أن طبيعته الإلهية هي طبيعة واحد، يعني هنا مفيش لاهوت آخر غير هذا اللاهوت. لكن اللاهوت مشخص في الآب والابن والروح القدس، زي ما الطبيعة البشرية مشخصة في الأستاذ فلان والأستاذ فلان. وهنا ممكن تلاقي إيه؟ أن صفات الطبيعة مشتركة لكن صفات الشخص غير مشترك. يعني إيه؟ معلش استحملوني في الشرح والاستفاضة. لو أنا قلت كل المستمعين دلوقتي المتفرجين، مين فيكم بياكل؟ بياكل دي صفة تخص الطبيعة، يعني كل البشر بياكلوا، فطبيعي كلكم هتقولوا إحنا. مين فيكم بينام؟ دي صفة إنسانية تخص الإنسانية، يبقى كلنا بننام. مين فيكم بيعيط؟ كله. مين فيكم بيحب؟ كلنا، دي صفات بشرية. مين فيكم لابس نظارة؟ لا استنى بقى، دي صفة شخصية. يعني إيه؟ هتلاقي شخص لابس نظارة وشخص مش لابس نظارة. يبقى هنا في صفات شخصية لكن في صفات جوهرية أو طبيعية. ده اللي بنقوله عن الله. الله الآب والابن والروح القدس كل صفات اللاهوت فيهم. مين أزلي؟ الآب والابن والروح القدس. مين أبدي؟ الآب والابن والروح القدس. مين الله محبة؟ الآب والابن والروح القدس. الحكمة فالآب والابن والروح القدس. لكن مين تجسد؟ ما ينفعش تقول الآب والابن والروح القدس، المسيح بس. مين سكن فينا؟ الروح القدس. يبقى واضح ان هنا في حتة صفة، في حاجة تخص الشخص لكن لا تتنافى ابدا مع الصفات الجوهرية. فالله واحد، واحد في طبيعته ولكنه مثلث في اقانيمه. شرحناها من مثل الشمس، شرحناها من مثل الايه؟ الانسان. طبعا في شروحات ابسط وحاجات تانية كتير، يقول لك الصباع ده ما هو تلات عقل، بس طبعا كل الشروحات دي عجزة شوية. ليه؟ لانه في مثلا في المثل اللي فات في مشكلة ان انا وانت منفصلين عن بعض، فاحنا شخصيات بس مش متحدين، دي ما تمشيش مع ربنا. الاب والابن والروح القدس لا ينفصلوا ابدا، مميزين لكن غير منفصلين ابدا. انا في الاب والاب فيا طول الوقت، ما اقدرش اقول انا بقى كاقنوم انا فيك وانت فيا، لا. صحيح الروح القدس بيجمعنا وده غرض المسيح، اريد ان يكون الجميع واحدا فينا، لكن احنا لسه ما وصلناش لهذه الوحدانية. اما الله الواحد فالاب والابن والروح القدس مميزين لكن غير منفصلين. يبقى احنا هنا دخلنا بنشرح الثالوث عن طريق الايات، ونشرح الثالوث عن طريق الأمثال والتشبيهات، ثم نشرح الثالوث عن طريق العلاقات. يعني إيه العلاقات؟ احنا قلناها ضمنيا بس أقولها تاني. العلاقات يعني إيه؟ لما يتقال الله محب، عارفين لو ما فيش ثالوث تبقى الكلمة دي ملهاش معنى وتبقى الكلمة دي غلط. ليه؟ احنا لينا عمر كبشرية ابتدينا من كام ألف سنة. طب هو الله محبة من الأول ولا انضافت عليه المحبة؟ ربنا ما بينضافش عليه حاجة. إذن الله محبة منذ الأزل. طب فعل الحب موجود إزاي في شخص لوحده خالص؟ إذن هو مش شخص لوحده، عشان كده يقول الآب يحب الابن، الآب يحب الابن. يبقى في علاقة حب داخل الثالوث الأقدس، كلام فوق عقلي وعقلك، لكن فعل الحب ده موجود منذ الأزل.
هذا الحب الإلهي حتى لو مش قادر تتخيل المعنى، الله محبة من قبل ما أنا وأنت نتوجد، من قبل آدم. والحب ده اتدلق على البشرية، الإنسان هو المستمتع بهذا الحب الإلهي. الحب الإلهي موجود داخل طبيعة الله، واضحة؟ فهنا الابن مولود من الآب، من هنا الآب والابن في علاقة وثيقة، الروح القدس منبثق من الآب. وهنا عاوز أميز بين كلمتين مهمين في اللاهوت، الولادة والإرسال. فعل الولادة للمسيح، المسيح له ميلادين، ميلاد أزلي من الأب وميلاد زمني من العذراء، ده اللي بيسموه الإرسال. الأب أرسل ابنه، بدل كلمة أرسل يبقى دخلنا في زمن، هو بعته لنا يبقى دخل في زمن، بقى لنا 2000 سنة اتحسبت. لكن فعل الولادة ملهاش زمن. نفس الكلام عن الانبثاق والإرسال، الإرسال فعل يخص الروح القدس برضه. المسيح بيقول أرسل لكم الروح المعزي، يبقى انسكاب الروح القدس هيحصل يوم 50، لكن الروح القدس موجود من الأول، منبثق من الأب. فعل الانبثاق أو الولادة ده فعل أزلي ملوش بداية. فعل الإرسال، الولادة في الجسد بالنسبة للمسيح من العذراء، أو الإرسال الروح القدس وانسكابه يوم 50، ده فعل زمني. ليه؟ لأنه رايح لينا احنا وإحنا زمنيين. عشان كده يقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، ابنه ده موجود من الأول، مولودا من امرأة، أرسل الله ابنه. إذن فعل الإرسال دايما يخص الزمن، لكن الولادة أزلية. وفي قانون الإيمان الروح القدس من الآب ينبثق، ده التعبير اللي موجود في يوحنا 15 زي ما قاله المسيح بالظبط، الانبثاق من الآب. هنا ندخل في حاجة كمان، علاقتنا بالثالوث الأقدس إيه؟ قديس كيرولوس الكبير، وهو لاهوتي قدير جدا معترف به على مستوى العالم، وأب من أباء الكنيسة اللي بنتلمذ عليهم، ويعتبر تلميذ لأثناسيوس. أثناسيوس كان البطرك 20، وأثناسيوس الكبير وكيرولوس الكبير كان البطرك 24. كيرولوس الكبير ادانا زي تعبير يسهل علينا فكرة العلاقة بالثالوث. قال لنا بصوا تقدروا تفهموها ان كل حاجة من الاب بالابن في الروح القدس للاب. يعني ايه الكلام اللي بقول؟ تعالوا نبسط. لو قلنا خلق الانسان، في واحد ممكن يقول لي مين بقى اللي خلق بالظبط؟ اقول لهم هو واحد في الاخر، واحد. الخلق من الاب بالابن، به كان كل شيء، في الروح القدس. والخلق كله المفروض يعود للاب. يعني ايه؟ كلنا زي ما قالها القديس به بولس الرسول، قال ايه؟ لاننا منه وبه وله. يعني احنا في الاخر بنرجع له. لو قلت الخلاص، الخلاص غير الفداء، الفداء تممه المسيح بس، لكن قصة الخلاص كلها هي من الآب، لأن الآب أرسل ابنه مخلص. تقدرش تجنب الآب تطلعه بره موضوع الخلاص. من الآب بالابن اللي مات على الخشبة، الابن في الروح القدس، لأن الروح القدس هو اللي يسكن فيا يخلصني، يديني اللي عمله المسيح كله. للآب مرة أخرى، يعني إيه؟ الخلاص يكمل لما ندخل السماء ونعود للآب نتمتع بأبديته. لو قلت التغيير مثلا، التوبة، التوبة عطية من الآب تتحقق بالابن في الروح القدس للآب. لو قلت التقديس من الآب بالابن في الروح القدس، يبقى هنا فكرة العلاقات دي. برضو واحد يسأل سؤال يقول طب أنا بقى بحتار وبحتاس، هو أنا أكلم مين في الصلاة؟ يا حبيبي اتكلم براحتك خالص، لأنه مفيش صراع بأي درجة في الثالوث الأقدس. يعني لو قلت يا رب يسوع، خلاص أنت بتصلي للثالوث الأقدس من خلال المسيح. لما تيجي تقول أيها الملك السماوي المعزي روح الحق، بتكلم الروح القدس ضمنيا، بتكلم الآب والابن والروح القدس. لما تقول أبانا الذي في السماوات وبتكلم الآب ضمنيا، بتتكلم بالروح القدس اللي فيك ومن خلال الابن الكلمة. فما تقلقش في الحتة دي خالص، لأنه مفيش انفصال في الثالوث الأقدس. لكن يمكن اللاهوتيين الكبار مثلا القداس الباسيلي
القديس باسيليوس بيكلم الآب خطاب للآب، عشان كده يبان في الكلام مثلا ايه، يا الله العظيم الأبدي الموت اللي دخل علينا هدمته بظهور ابنك، يبقى بيكلم الآب. في القديس غريغوريوس في القداس الغريغوري بيخاطب الابن، بيقول له أتيت إلينا على الأرض، ده مش للأب بقى، ده للابن، واخدين بالكم؟ أنت عملت كده، فتحت عينين العميان، يبقى بيخاطب الابن نفسه. يبقى ممكن يبقى الليتورجية نفسها اللي هي الصلاة الكنسية اللي رتبوها القديسين تخاطب أحيانا الآب أو الابن أو الروح القدس. أما في صلاتك الشخصية لو جرت العادة بتقول يا رب يسوع المسيح لا تتردد أبدا، لكن مثلا تشوفوا صلاة يسوع اللي رتبوها الآباء الكبار بيقولوا يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، يبقى ذكر الابن والآب، ارحمني أنا الخاطئ. لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس، يبقى أنت بتصلي بالروح القدس دون أن تذكر اسم الروح القدس، لكن عشان تنطق وتقول يا ربي يسوع المسيح الروح القدس هو اللي بينطق، يبقى أنت ضمنيا الثالوث حاضر في صلاتك، يا ربي يسوع ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطي، كل ده عمل الروح القدس في قلبك. فإذا ما بلاش نتوسوس، يعني صلوا براحتكم، صلوا من قلبكم، لأنه في الآخر احنا دخلنا داخل الثالوث. يعني ايه؟ اريد ان يكون الجميع واحدا فينا كما انا وانت ايها الاب واحد. لينا لقاءات اخرى نشرح برضو الثالوث والخلاص وكيف تم، ومن خلال اسئلتكم، والى حلقات اخرى. لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.